الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فهي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وعالا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر لأبي. اللهم اغفر لأبي. اللهم اغفر لأبي. اللهم اغفر لأبي. اللهم اللهم أجره من النار. اللهم أجره من النار. اللهم أجره من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أدخله جنة الفردوس، اللهم أدخله جنة الفردوس، اللهم أدخله جنة الفردوس، وأعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله جنة الفردوس، وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. I'm gonna go to the hospital.
الرحمن